الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أهنئ الشعب المصري والعالم الإسلامي وشعب الفيوم خاصة بعيد الأضحى المبارك، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استعداد مديرية أوقاف الفيوم لعيد الأضحى المبارك له مظاهر كثيرة، منها عندنا صكوك الأضحية في هذا العام، ولأول مرة أن تقوم وزارة الأوقاف بإعداد صك الأضحية للتيسير على من يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليس في إمكانيته الذبح في بيته.